غارة جوية على بلدة البارة. شهر اليوم 15/6/2019 الطيران الأسدي يغير على بلدة البارة. غارة جوية على بلدة البارة. شهر اليوم 15/6/2019 الطيران الأسدي يغير على بلدة البارة. دخل اجواء سبون جنوب غربي. اصفار درجه سبون باتجاه الجنوب الغربي. غارات مكثفة من طائرات النظام السوري والطائرات الروسية على بلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. صواريخ بالجملة، عشرات الصواريخ على منازل وأسواق شعبية في بلدات جبل الزاوية، قتلى والعديد من الجرحى جراء هذه الغارات. شلل كامل للحياة التجارية والاقتصادية، نزوح القرى خالية تماما من المدنيين. بلدة تحسم، إحدى بلدات جبل الزاوية، تعرضت
إلى العشرات من الغارات الجوية والقذائف والصواريخ من قبل النظام السوري من قبل الطائرات الروسية، خلفت دمار هائل وجرحى وقتلى من المدنيين. الطائرات تلقي بكل حمولتها دفعة واحدة على منازل المدنيين في بلدات جبل الزاوية. غارات مكثفة من طائرات النظام السوري والطائرات الروسية على بلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. صواريخ بالجملة، عشرات الصواريخ على منازل وأسواق شعبية في بلدات جبل الزاوية، قتلى والعديد من الجرحى جراء هذه الغارات. شلل كامل للحياة التجارية والاقتصادية، نزوح القرى خالية تماماً
من المدنيين. بلدة تحسم إحدى بلدات جبل الزاوية تعرضت إلى العشرات من الغارات الجوية والقذائف والصواريخ من قبل النظام السوري ومن قبل الطائرات الروسية، خلفت دمار هائل وجرحى وقتلى من المدنيين. الطائرات تلقي بكل حمولتها دفع واحدة على منازل المدنيين في بلدات جبل الزاوية.